السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة ووفاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. دعمكم لي يعني الاستمرار، يعني تطوير القناة، يعني الوصول بالقناة إلى ما تحبون وترضون. أصدقائي صديقاتي، أصدقائي القدامى، أصدقائي الجدد، اليوم جبت لكم واحدة النبتة رائعة جدا. هي نبتة لها استخدامات عجيبة وغريبة، يطلق عليها اسم الكهوش الأسود. هي عشبة تعالج كل المشاكل التي تعاني منها النساء، وهي جذورها منفعة عظيمة جدا، تستخدم لعلاجات عديدة ومتنوعة، منها أعراض انقطاع الطمث متلازمة ما قبل الحيض، الدورة الشهرية المؤلمة، حب الشباب، ضعف العظام أو ما يطلق عليه بالهشاشة التي يعاني منها معظم النساء، وبعض المخاض عند النساء الحوامل، وكذلك استخدامات إضافية مثل القلق، الروماتيزم، الحمى، والتهاب الحلق والسعال. يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل إزالة التأليف وحتى إزالة الشامات اللي هما لتاتو، وهو طارد قوي جدا للحشرات. يحتوي الكهوش الأسود على العديد من المواد الكيميائية التي لها آثار فعالة على الجسم. بعض هذه المواد الكيميائية تعمل على الجهاز المناعي، وقد تؤثر على دفعات الجسم ضد الأمراض، ويساعد الجسم ضد الأمراض والجذور. الكهوش الأسود يحتوي على مادة تسمى السيرتوتين، هذا النوع ناقل عصبي يساعد الدماغ إلى إرسال الرسائل إلى أجزاء أخرى من الجسم، كما يزيد من آثار الإستروجين في الجسم الجيد، ويقلل كذلك من آثاره. تعالج أعراض انقطاع الطمث بما يسمى بالمونوبوز، يعني فترة سن اليأس، وتلك الهبات الساخنة التي تصاب بها معظم النساء. فالكهوش الأسود اللي هو العروق تاعو يعالج هذه الهبات. نعود لموضوع آخر يهم النساء، العقم. يشبه الكهوش الأسود عقار الكلوموفين الذي يؤدي إلى رفع معدلات الخصوبة والحمل. نقدر نقول باللي هو صيدلية كاملة من الفوائد خاصة للنساء. موضوع آخر وهو المخاض، ونحن نعرف كما يقول الشيخ الرجروح من روح، المخاض والنساء يعانوا منه. علاش يقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الكهوش الأسود يساعد على بدء المخاض لدى النساء الحوامل، يسهل لهم المخاض وبالتالي الولادة العادية. كذلك ما يسمى بالصداع النصفي، يقلل من حدوث الصداع النصفي. موضوع آخر تعاني منه النساء والرجال، وهو العمود الفقري والآثار اللي سببها من انزعاجات، من آلام وعدم الراحة وعدم الوقوف. إراحة العمود الفقري يعزز وظيفة المفاصل لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام. هو طب عظيم لهشاشة العظام، يجدد كثافة العظام عند النساء بعد انقطاع الطمث. نحن نعرف باللي بعد انقطاع الطمث النساء يعانون من آلام في الركبة، في الجهاز العظمي، الظهر، المفاصل. التهاب المفاصل الروماتيدي يحسن من آلام ووظيفة المفاصل لدى الأشخاص المصابين بمفاصل الروماتويدي. له فوائد ومنافع عديدة
تقدروا تكتبوها في مجلدات. من صيدلية جدتي للأعشاب اخترت لكم هذه العشبة الرائعة جدا، المستعمل منها هو الجوزور، تطبخ وتشرب 3 مرات لمدة أسبوع، بعد الأسبوع تلاحظون تحسن رائع جدا. سوف نتطرق إلى علاجات أخرى تخص الكهوش الأسود لعلاجات متنوعة. دمتم بخير وإلى الملتقى.